بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتجول في حديقة الكلام الرائعة لنقطف بعض أزهار الحروف. تابعوني في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لغتنا الجميلة. عزيز الطالب، عنوان درسنا لهذا اليوم حروف الجر. ما رأيك في هذا التدريب لننعش بعض معلوماتك؟ انتبه معي. صنف الكلمات التالية حسب أقسام الكلام. انتبه معي إلى هذه الكلمات: الطفولة. الطفولة هذه كلمة تبدأ بأل التعريف وتنتهي بالتاء المربوطة، وأل التعريف والتاء المربوطة علامتان من علامات الاسم. انظر، وكلمة أخرى: صعيدة. صعيدة إنه فعل. في. في، هل فهمت شيئا؟ لا، لأنه حرف. أشجار. أشجار، لاحظ التنوين، ممتاز، إنه اسم، لأن التنوين إحدى علامات الاسم. لي. لي. لي، هل فهمت شيئا؟ لا، لأن هذه الكلمة هي حرف. اليوم سوف نتعلم ما نوعها من الحروف. تذكر معي أيضا أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم هو كل ما دل على إنسان أو نبات أو حيوان أو جماد أو أي شيء آخر، والفعل هو كل لفظ دل على حدث في زمن معين. أما الحرف فهو كل لفظ ليس له معنى إلا في جمل تامة ومفيدة. اليوم سوف نتناول بعض أنواع الحروف، وهو حروف الجر. انظر معي إلى هذه الأمثلة: الطفلة كالفراشة. الطفلة كالفراشة، انتبه معي لتحليل هذا المثال. انظر إلى الكلمة الملونة: الكاف. انظر أيضا إلى الكلمة التي تلي الكاف: الفراشة. الفراشة، ما نوعها من أقسام الكلام؟ إنها تبدأ بأل التعريف وتنتهي بالتاء المربوطة، وأل التعريف والتاء المربوطة علامتان من علامات الاسم. إذن الفراشة اسم. انظر معي أيضا: ما حركة آخر هذه الكلمة؟ الفراشاتي. الفراشاتي، إنها الكسرة. أخبرتك سابقا أن الضمة علامة رفع. ما رأيك أن أخبرك اليوم بأن الكسرة علامة جر؟ إذن هو مجرور. مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي أيضا. إذن الفراشة اسم مجرور بالكسرة. نعود إلى الكاف مرة أخرى. ما نوعها من أقسام الكلام؟ كا. كا، هل فهمت شيئا؟ لا، ولكن حين قلت كالفراشة أي تشبه الفراشة. إذن الكاف حرف. لاحظ، الكاف حرف، أتى بعده اسم مجرور بالكسرة، إذن هو حرف جر. هو حرف جر، جر الاسم الذي بعده. حرف جر، الكاف حرف جر، أتى بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ركز معي، الكاف حرف جر،
بمعنى يشبه، وهو أداة تشبيه. أتى بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي إلى مثال آخر لنتأكد من نفس المعلومة. العلم كالنور فهو يضيء دروبنا. انتبه معي لتحليل هذا المثال. انظر إلى الكلمة الملونة، إنها الكاف، الكاف مرة أخرى. انظر إلى الكلمة التي تليه، النور، النور، إنها تبدأ بأل التعريف، وأل التعريف كما تعلم هي علامة من علامات الاسم، إذن النور اسم. انظر معي، النور، النور، ما حركة آخر هذه الكلمة؟ إنها الكسرة، وكما تعلم أن الكسرة علامة جر، إذن النور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي أيضا، الكاف هو حرف، حرف أتى بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، حرف جر الاسم الذي بعده، إذن سنسميه حرف الجر، حرف الجر، الكاف حرف جر. مثال آخر، تحلق الطائرة كالنسر، تحلق الطائرة كالنسر. انتبه معي لتحليل هذا المثال. انظر إلى الكلمة الملونة، الكاف، وانظر إلى الكلمة التي تليه، النسر، النسر، لاحظ إنه يدل على حيوان أو طائر، إذن هو اسم. انظر معي أيضا إلى حركة آخر هذه الكلمة، النسر، النسر، إنها الكسرة، والكسرة علامة جر، إذن النسر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأنه سبقه حرف يسمى حرف الجر. إذن الكاف حرف جر، جر الاسم الذي بعده. النسر اسم مجرور بحرف الجر الذي سبقه وعلامة جره الكسرة. إذن الكاف حرف جر. انتبه معي لمثال آخر، أسنان الفتاة كاللؤلؤ، وربما أسنانك أيضا كاللؤلؤ. أسنان الفتاة كاللؤلؤ، انتبه معي لتحليل هذا المثال. الكلمة الملونة الكاف، الكلمة التي تليها اللؤلؤي، وهو اسم فهو يبدأ بأل التعريف. انظر إلى حركة آخر هذه الكلمة، إنها الكسرة، والكسرة علامة جر، فاللؤلؤي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. نعود للكاف وهي بطلة حلقتنا. الكاف حرف جر الاسم الذي بعده، فهو حرف جر، إذن الكاف يسمى حرف الجر لأنه يجر الاسم الذي بعده، والاسم الذي بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن عزيز الطالب، الكاف حرف يسمى حرف الجر لأنه يأتي بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي، كاللؤلؤ، الكاف حرف جر، اللؤلؤ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي إلى مثال آخر وحرف آخر من حروف الجر، للبستان بابان، للبستان بابان. انتبه معي لتحليل هذا المثال. انظر إلى الكلمة الملونة، اللام، انظر إلى الكلمة التي تلي حرف اللام، البستان، البستان، ما نوعها من أقسام الكلام؟ إنها اسم فهي تبدأ بأل التعريف،
انظر إلى حركة آخر هذه الكلمة البستاني، إنها الكسرة، والكسرة كما تعلمون هي علامة جر. إذن البستاني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هيا نعد للام مرة أخرى. اللام هو حرف. لا لا، هل فهمت شيئا؟ لي لي، هل فهمت شيئا؟ بالتأكيد لا، لأنه حرف. لاحظ، لي حرف أتى بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لي حرف جر الاسم الذي بعده بالكسرة، إذن سنسميه حرف الجر. سنسميه حرف الجر. انتبه معي إلى مثال آخر. الرياضة مهمة للجسم. الرياضة مهمة للجسم. انتبه معي لتحليل هذا المثال. انظر إلى الكلمة الملونة. اللام لي. ما الكلمة التي تليه؟ الجسم. الجسم. ما نوعها من أقسام الكلام؟ لاحظ إنها تبدأ بأل التعريف، وأل التعريف علامة من علامات الاسم. انتبه معي، ما حركة آخر هذه الكلمة؟ الجسم، إنها الكسرة. وكما تعلم عزيز الطالب، فالكسرة علامة جر. إذن الجسم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. اللام، هيا نعود للام مرة أخرى. لي لي، هل فهمت شيئا؟ لا، لأنه حرف. لي حرف أتى بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لي حرف جر الاسم الذي بعده، إذن سنسميه حرف الجر. لي هو حرف جر. انتبه معي لمثال آخر. عاد الصياد للأهل. عاد الصياد للأهل. انتبه معي لتحليل هذا المثال. انظر إلى الكلمة الملونة. لي. اللام. انظر إلى الكلمة التي تليه. الأهل. الأهل. انظر معي، عند دخول اللام على كلمة الأهل حذفت همزة الوصل نطقا وكتابة. لاحظ هذه الملاحظة. الأهل ما نوعها من أقسام الكلام؟ إنها اسم، فهي تبدأ بأل التعريف. الأهل ما حركة آخر هذه الكلمة؟ إنها الكسرة. إنها الكسرة. الكسرة عزيز الطالب هي علامة جر، فالأهل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. انظر معي إلى اللام، إنه حرف. حرف جر الاسم الذي بعده. حرف جاء بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لذا سنسميه حرف الجر. حرف الجر. إذن اللام حرف جر. الأهل اسم مجرور بحرف الجر اللام وعلامة جره الكسرة. انتبه معي إلى مثال آخر. أعدت الأم للعائلة طعاما. أعدت الأم للعائلة طعاما. انتبه معي لتحليل هذا المثال. انظر إلى الكلمة الملونة. اللام. انظر الكلمة التي تليه. العائلة. العائلة تبدأ بأل التعريف وتنتهي بالتاء المربوطة، وأل التعريف والتاء المربوطة علامتان من علامات الاسم. العائلات، ما حركة آخر هذه الكلمة؟ إنها الكسرة. إذن العائلة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي للام. لي حرف. حرف جر الاسم الذي بعده فهو حرف جر. إذن
انظر معي إلى القاعدة. نسمي كلا من الكاف واللام حرف جر. الكاف واللام حرف جر. انتبه معي أيضا، نسمي الاسم الذي يتصل به حرف الكاف أو اللام اسما مجرورا. نسمي الاسم الذي يتصل به الكاف أو اللام اسما مجرورا. انتبه معي أيضا، حركة آخر الاسم المجرور الكسرة. إذن عزيز الطالب، الكاف واللام حرف جر، يأتي بعدهما اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، كأن نقول الفتاة كالقمر. الكاف هنا حرف جر، القمر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هل هناك حروف جر أخرى؟ انتبه معي، قد ترى هذه الحروف هنا أو هناك. من، إلى، عن، على، في، الباء واللام والكاف. هذه الحروف تسمى حروف الجر. هذه الحروف تسمى حروف الجر. تناولنا منها حرفي اللام والكاف. هيا استمتعوا معي بقصة حمزة مع حروف الجر. جاء حمزة من البيت إلى البحر ليعبر عن فرحته راكضا على رمال الشاطئ في سعادة، حاملا بيده أطباقا لأصدقائه تطير كالفراش. ستستمتع معي أيضا ولكن بعد الفاصل. عدنا إليكم طلابي لنكمل المشوار مع حروف الجر. انتبه معي إلى التدريبات. املأ الجدول التالي. انتبه معي، الحنان للطفل كالماء للنهر. الحنان للطفل كالماء للنهر. هيا استخرج معي حرف الجر والاسم المجرور واذكر حركة آخره. انتبه معي، الحنان للطفل، للطفل، اللام حرف جر، والطفل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كالماء للنهر، كالماء، الكاف هنا حرف جر، الماء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أيضا. إذن اللام والكاف حرف جر، الاسم المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي وسؤال جديد، التعليم للطفل كالنور للكون ينير دربه. انتبه معي، أين حرف الجر؟ التعليم للطفل، اللام حرف جر، الطفل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كالنور، كالنور، الكاف حرف جر، أين الاسم المجرور؟ النور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هيا عين حروف الجر في الجمل التالية. انتبه معي، للبيت رب يحميه، أين حرف الجر؟ اللام، للبيت، للبيت، البيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الصديق كالمرآة، الصديق كالمرآة، أين حرف الجر؟ نعم، الكاف حرف جر، المرآة اسم مجرور
وعلامة جره الكسرة. يبسط الله الرزق لعباده، لعباده. أين حرف الجر؟ ممتاز، اللام حرف الجر. عبادي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير متصل. حنان الأم كالبلسم الشافي، البلسم أي الدواء. حنان الأم كالبلسم، أين حرف الجر؟ الكاف، الكاف هو حرف الجر. أين الاسم المجرور؟ ممتاز، البلسم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هيا تخير الإجابة الصحيحة، هيا. ضحكات الأطفال فراغ تغريد البلابل، إلى، عن، الكاف، من. ضحكات الأطفال إلى تغريد البلابل، لا. ضحكات الأطفال عن تغريد البلابل، لا. ضحكات الأطفال كتغريد البلابل، هذه هي الإجابة الصحيحة. انتبه معي إلى سؤال جديد. للسفينة شراع، حركة آخر الكلمة المخطوطة، الكسرة، الضمة، الفتحة. انتبه معي، للسفينة سبقت هذه الكلمة حرف اللام، حرف اللام يأتي بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن للسفينة حركة آخر هذه الكلمة الكسرة، لأنها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبه معي إلى سؤال جديد. يقف الطلاب إجلالا لي، الكلمة الصحيحة لملء الفراغ، المعلمة، المعلم، المعلم. انتبه معي، لي هذا حرف جر، سيأتي بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، إذن ستكون الإجابة الصحيحة المعلم. يقف الطلاب إجلالا للمعلم. أنتم رائعون. هيا نتذكر أعزائي الطلاب، تذكر معي، نسمي كلا من الكاف واللام حرف جر. نسمي الاسم الذي يتصل به حرف الكاف أو اللام اسما مجرورا. حركة آخر الاسم المجرور الكسرة. أعزائي الطلاب، بهذا نكون قد انتهينا من شرح درسنا لهذا اليوم. كانت رحلة رائعة مع حروف الجر. جررتم لتقوى الله ولا كسر الله قلوبكم. إلى اللقاء.